وللتعليق على البيان الذي أصدرته هيئة علماء المسلمين في العراق بشأن التفجير المزدوج الذي استهدف المدنيين في ساحة الطيران، ينضم إلينا عبر الهاتف الناطق الرسمي باسم الهيئة الدكتور عبد الحميد العاني. أهلا بكم دكتور. حياكم الله، مرحبا بكم. دكتور، انطلاقا من البيان الذي أصدرته هيئة علماء المسلمين لإدانة التفجير الذي استهدف المدنيين في ساحة الطيران، كيف يمكن قراءة عودة هذا النوع من التفجيرات إلى العراق؟ بسم الله الرحمن الرحيم، يعني الرحمة للشهداء، ونسأل الله تعالى الشفاء لجميع الجرحى، وأن يعم بلدنا بالأمن والأمان والتخلص من هذه العصابات التي تسلطت على رقابه واستخدمت دماء الأبرياء سلما لمنافساتها ولتحقيق مآربها والحفاظ على مناصبها وخدمة مشاريع الأجانب. هذا الأسلوب وليس أسلوبا جديدا، بل أسلوب قديم اعتاد عليه العراقيون في كل مرحلة من مراحل هذه المفاصل، هذه العملية السياسية، وفي كل مرحلة من مراحل صراع هذه الكتل المشاركة وتشاكساتها، نرى مثل هذه الأعمال كنوع من أنواع خلط الأوراق واتخاذ دماء الأبرياء كورقة ضغط على هذا الطرف أو ذاك لتصفية حساباتهم ولتحقيق مآربهم. لذا فالشعب العراقي بغض النظر عن الجهة التي تتبنى أو لا تتبنى مثل هذه الأعمال، بات الأمر واضحا بالنسبة إليهم من يقف، من المستفيد من وراء هذه التفجيرات. دكتور، كيف يفسر توقيت التفجير في ظل الغضب الشعبي على الحكومة والعملية السياسية ككل وصراع الأحزاب الطائفية على المناصب، وكذلك بالتزامن مع تأجيل الانتخابات المبكرة يوم أمس؟ بالتأكيد، يعني هذه التوقيتات هي المؤشر الأخطر في هذه المسألة، وهو المؤشر الأكبر في من يقف وراء هذه التفجيرات ومن ينتفع من ورائها. فمثل هذه الأمور التي ذكرتها هي كلها تدل بشكل واضح وصريح على أن هذه الميليشيات التي تسلطت وتريد نشر الرعب بين أبناء الشعب العراقي وتريد أن تحمي الفاسدين في العملية السياسية والمصالح بينهم، بين الميليشيات وبين المناصب وغيرها، هي كلها لتدلل بشكل واضح على أنهم هم الذين يقفون وراء هذه التفجيرات ويريدون أن يخلطوا، كما قلت قبل قليل، يخلطوا الأوراق ويزيدوا أو يرجعوا دوامة الصراع أو الخلافات الإثنية بين أبناء الشعب العراقي بعد أن تجاوزها شعبنا بتظاهراتهم الموحدة ضد هذه الحكومة وعملياتها السياسية. من المستفيد من قتل المدنيين الأبرياء ضحايا تفجيرات اليوم في مثل هذا المكان المكتظ بالمواطنين؟ يعني هي عدة أطراف، لكن كل هذه الأطراف هي تجمعها خيمة واحدة، خيمة هذه العملية السياسية. هذه الأطراف سواء كانت أدوات لجارة السوء إيران أو مخابرات تتبع لدول إقليمية ولا سيما تابعة لإدارة الاحتلال الأمريكي وغيره، أو حتى الأحزاب المتصارعة داخل والمتشاركة والمتصارعة في ذات الوقت داخل هذه العملية، أو كذلك الميليشيات الإجرامية التي تسعى أو تعبث بأمن البلاد منذ سنين طويلة. وهؤلاء جميعا، هذه الأطراف وإن تعددت، وكلهم يجتمعون تحت مظلة العملية السياسية التي تحمي وجودهم وتؤمن لهم التحرك وإدخال مثل هذه الأسلحة وتنفيذ مثل هذه الجرائم أو غيرها، وحمايتهم أيضا فيما لو تم الكشف عنهم أو التستر عليهم، كما جرى في عشرات بل مئات المجازر ضد الأبرياء طيلة سنوات الاحتلال الماضية. في هذا السياق دكتور عبد الحميد، وباعتباركم أشرتم لتسلح تفجير ساحة الطيران، سبقته تفجيرات وصفت بالمريبة في مقر بعض الميليشيات في جرف الصخر، ما مدى ارتباط تفجير اليوم مع تلك التفجيرات؟ هي كلها هذه تدور ضمن عملية نوع من التنافس بين هذه الأجنحة الميليشياوية المتعددة
وهذه طبعا بالمناسبة هذا الصراع هو ليس صراعا لمصلحة العراقي، بل هي لمصالح خاصة، يعني يأتي في إطار التنافس لتحقيق المكاسب على حساب الطرف الآخر، ولكن أولا وأخيرا المتضرر من هذا التنافس ومن هذه الأعمال الإجرامية وغيرها هو أبناء الشعب العراقي، وكما رأينا اليوم وفي غيرها كما قلنا في عشرات بل مئات المجازر التي ارتكبت ضد أبناء الشعب العراقي، وهي بالجملة هذه تأتي أيضا في إطار حماية هذه العملية السياسية ولديمومتها وصرف أنظار الشعب العراقي عن المشاكل التي تأتي على البلد وعلى العراقيين من وراء هذه العصابات السياسية والأمنية في آن واحد. شكرا جزيلا لكم الناطق الرسمي باسم هيئة علماء المسلمين في العراق الدكتور عبد الحميد العاني، حدثتنا عبر الهاتف.